هذه الوصفه من ابداعي الخاص سريعه التحضير ما تتطلب منك لا وقت ولا جهد قاي معايا شاهدي الفيديو للاخير وما تنساش تضغطي على زر لايك وبارطاجي الفيديو باش تعم الفائده على الجميع مرحبا بكم في قناه شاف خوخه وفيديو اليوم بزاف الشباب ماذا بك غير ابوني وتفعل الجرس باش يوصلك كل جديد فيديوهاتي ومرحبا بكم جميعا اليوم غادي نحضر معكم واحد الوصفه يعني ما كانش على البال جاتني واحد الفكره فجاه يعني بقيت نشارككم معايا هذه بطاطا مسلوقه يعني زوج حبات بطاطا غليتهم في الماء بعد قشرتهم ومرستهم مليح بالفرشيطه ومن بعد حطيت لهم علبه تاع الطونه تاع الطوماط وبعد ضفت لهم التوابل الملح والفلفل الاسود وفلفل احمر هذا ما كان وبعدها شجبت جبت جبت هذا التشيز تاع الهمبرغر كان عندي خطرت في بالي هذه الفكره انه شوفوا اش غادي ندير حطيت كل البلاستيك فوقه وغادي نروليه بالحلال غادي نحلها شويه يعني نرققها ونمشيها هذه الوصفه يعني من ابداعي الخاص يعني ما شفتها في حتى بلاصه روحي بانت لي نجربها فنتيا وشطارتك هي أيه. جربيها وردي عليا في التعليقات شوفي حليت هذا الفرماج مليح حتى ولا رقيق بهذا الشكل ومن بعدها جبت هذه البطاطا اللي فيضتها مع الطون وخلطتها مع الطون مليح مع التوابل وغادي الرولي يعني نخدمو رولي نسميه آه شيز رولي شيز رولي شيز رولي شيز شيز رول شيز رول هذه هي والرولي بهذا الشكل صدقوني هذا من ابداعي الخاص يعني وصفة تاعي وفرحانة بزاف كيما موالف وعودتكم دايما نبغي نجيب لكم حاجة جديدة ونبتكرها من عندي فشجعوني باللايكات شجعوني بالابوني شوفوا هنا غادي نبلحها بالجوانب بهذا الشكل اه وبارطاجو بارطاجو قناة كذلك مشيت تدو الوصفة ديروها وتضربوا لنا مع العائلات مع الخواتات مع الحبابات المهم بارطاجو بارطاجو لو ماكسيموم بعد كي اش ندير غادي نغمسها في البيض ملاحظه هنا انايا بالك ما درتهاش في الفرينه هاكا ما طحاتليش في بالي حتى من بعد لكن تيا من بعد الا بغيتي تضيفيها في الفرينه ترمضيها في الفرينه بعدها في البيض بعدها في الخبز يابس المرحي ديري كيما هاك ولكن اذا حبيتي تضيفيها في البيض ولا شابلوغ يعني خبز يابس تاني معليش شوفي غادي نمدها الترميده الاولى ونزيد الزاوجة يعني نغطسها في البيض ومن بعد في لاشابليغ ومن بعد في البيض من بعد في لاشابليغ بهذا الشكل باش تعطينا ديك الطبقه تحمي الجبن باش ما يذوبش بسرعه بعد ما نرمضها مليح في لاشابليغ شندير لها نحطها في المجمد فهمتوني خلي هذيك الخمس دقائق ولا عشر دقائق تشد روحها مليح ومن بعد نروح نوجد المقلة تاعي لازم يكون الزيت ساخن يعني ساخن بزاف لانه الجبن هذا الحبات غادي نحطهم بسرعة غادي نطلعهم يعني ثانيتين ثلاث ثواني ونطلعهم شوفوا انا يعني حطيتهم نقلب نقلب بهذا الشكل شوفوا بالخف يحمروا لانه يعني لو زيدي عليه شويه غادي يذوب هذاك الفرماج هذه نصيحه وبعدي على الزيت الناس عقيسيهم وبعد على الزيت شوية وقلبيهم بسرعة وانا نهضر معاكم شوفوا راني يعني قلبتهم حطيتهم قلبتهم بسرعة والزيت راه يغلي بهذا الشكل بعدها خرجتهم في رمضان ان شاء الله يبقى للأدن خمس دقائق ولا ربع دقائق قليهم وحطيهم وبالصحة والهنا على قلوبكم يجوا مقرمشين ومن الداخل السلام سلام وشوفوا الحشوة كما تحبوا ولكن بالجبن هذاك يخرج روعة هذه هي جبت لكم جديد وجديد من عند خوخة دايما كما عودتكم دايما ما تنسوا خوتي خواتي تبارطاجوا سمعتوا سمع القرمشه كيفاش تخرج انا خليكم مع هاد القرمشه اوكي